العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. النسبة الوطنية في ظل التحولات العميقة تشهدها الجزائر والعالم والعالم يمر بأزمة صحية جراء انتشار فيروس كوفيد 19. هذا الوباء الخطير أسقط أقوى اقتصاديات العالم، والجزائر بفضل الله ولطفه وحكمة مسؤوليها تمر بأقل الأضرار إن شاء الله. إن الأزمات تقوي عزيمة الرجال، وستعود الثقة إن شاء الله بين أبناء الجزائر، وتعود لحمة الجزائريين تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبهذه المناسبة